لو أردنا أن نضرب أمثلة لن أضرب أمثلة كثيرة لأنه سنكون قد دخلنا في جانب سياسي لكن أنا أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا لو فرضنا أن الشيعة الاثني عشرية هم الذين تمكنوا من السيطرة على بعض بلاد المسلمين ترى ماذا كان سيحصل؟ لن نحتاج إلى مخيلة ولا إلى تصور عن ماذا سيحصل لأننا نراه عيانا الآن ما الذي يحصل في بعض بلاد المسلمين لو تصورنا أن بعض الفرق الإسلامية وأنا أصر على أنها فرق إسلامية مثل الوهابية هي التي تمكنت من السيطرة على عنان وسلطة في البلاد الإسلامية ما الذي سيحصل؟ سيحصل هناك التعنت أمام جميع المذاهب الأخرى سيحصل هناك تفرق وتشرذم سيحصل هناك نوع من التشدد نوع هائل ومخيف جدا من التشدد لن نحتاج أيضا إلى أن نعمل خيالنا ووهمنا في تصور ما الذي سيحصل لأن هذا نراه عيانا نراه عيانا الآن في بعض الدول الإسلامية التي انتشرت فيها مثل هذه الفرقة في ليبيا في تونس في سوريا في السعودية نفسها في نفس المملكة العربية السعودية في الأردن في مصر أينما كانوا فإنهم سيجلبون التحيز والاحتقار لغيرهم من المسلمين أنا لا أقول هذا لأنني أكرههم يشهد الله سبحانه وتعالى أنني لا أبغضهم بغضا نفسيا بقدر ما أخالفهم مخالفة منهجية وفكرية وعقائدية ليس بيني وبينهم أي إشكالية شخصية ما في هناك مشكلة شخصية لكن الواقع المعاصر يرينا أمثلة من أين نشأ الإرهاب من أين هل تجدون هناك صوفيا إرهابيا هل تجدون هناك أشعريا إرهابيا لا يوجد لا يوجد هل هناك كانت في التاريخ دول إسلامية تتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة رعت هؤلاء الإرهابيين بل دعمتهم بملايين الدولارات وبالأسلحة وبالدعم اللوجستي بالدعم السياسي ليعملوا في الناس تقتيلا أنا أول مرة أسمع عن جماعة إسلامية دخلت في سوريا انتشرت في سوريا أنا أقصد بهم الوهابية تحديدا الذين مسكوا كتب محمد ابن عبد الوهاب الآن في سوريا مثلا أنا أضربها مثالا وكذلك في ليبيا وكذلك في غيرها من البلاد وشرعوا يمتحنون الناس الناس من هم الناس السوريون السوريون الذين هم من أهل السنة والجماعة الذين كثير من مشايخ الوهابية تعلموا قراءة القرآن على مشايخهم كثير من مشايخ الوهابية تعلموا قراءة القرآن على مشايخ مصر هؤلاء نجدهم الآن يمتحنون الناس في أحكام الوهابي في الإسلام هل أنت مسلم أم لا يزعمون أنهم يقاتلون كثير من الناس بحجة أن هؤلاء كفار كذلك في ليبيا يهدمون المساجد يهدمون ينبشون القبور أنا أو القبور قبور العلماء والصالحين يهدمون المدارس الشرعية أنا أول مرة في حياتي أسمع عن جماعة إسلامية تنبش قبور الصالحين تأخذ جثمانهم وتلقيها إلى أماكن لا نعرف أين هي هل نحن أمام هجمة تتارية؟ التتار هم الذين فعلوا ذلك في التاريخ الإسلامي أنا أقول بدءا نهاية وبدءا لا أريد الاستطراد في ذلك لكن أريد من الناس الذين يزعمون أن توحيد الأمة سيحصل على أيدي الوهابية أن يتريثوا كثيرا عندما يدعون مثل هذه الدعوة لأن الواقع الفكري كما سأبرهن بعد قليل والواقع السياسي والتاريخي كما ألمحت إليه الآن لن يجدوا على كلامهم منه أي برهان ولا أي دليل يطمئن الناس إلى أن هناك استقرارا سيحصل ما دام مثل هذه المذاهب التي ضربت أمثلة فقط عليها هي كفيلة بحصول أمن واستقرار للمسلمين ليس فقط لأهل السنة والجماعة بل أنا أعني المسلمين بل أعني الإنسانية أعني الناس الزنادقة أيها الإخوة المسلمون أيها العلماء كانوا يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية الزنادقة لكن بشرط أن لا يزندق المجتمع عش كما تريد في زندقتك لكن لا تنشر هذه الزندقة في المجتمع نحن الآن في بلادنا في بلادنا أنا في بلدي كثير من الناس الذين لهم جنسيات سعودية أصلاً مولودون في السعودية لكن تهمتهم وجريمتهم أنهم شافعية أنهم مالكية أنهم أشاعرة سعوديون ليسوا أردنيين متجنسين وليسوا سوريين متجنسين هؤلاء لسه مصيبتهم أشد سعوديون أصلاء في السعودية لا يستطيعون أن يعلنوا عن مذهبهم أعتقد أنه هذا حال أنا لا أقول هذا الكلام تحريضاً أنا أقوله
قولا واقعيا يجب علينا أن نتأمل كثيرا عندما نقول إن المذهب الوهابي مثلا أو المذهب الشيعي وغيرها من المذاهب، لكن أنا أضرب هذين المذهبين لشيوعهما وشهرتهما، إنها هي الكثيرة الكثير عفوا بتحصيل الأمن.